ويستمر العمل ولا ينام الرئيس كما جرت العادة. الرئيس يجتمع برئيس الحكومة ووزير الزراعة وبيوجه بتنشيط الحاصلات الزراعية. الشغل ما بيقفش، خد بالك الشغل ما بيقفش. وكذب من قال ان في حاجة هتقف ولا هتتعطل، لا الشغل ما بيقفش علشان ده مش موجود في عقيدة هذه الدولة، ده مش موجود في الجمهورية الجديدة، مش موجود في العقلية ولا المخيلة ولا البناء الوجداني بتاع الجمهورية الجديدة، ده مش موجود في ضمير الجمهورية الجديدة ان الشغل يقف. مفيش حاجة اسمها يقف، في حاجة اسمها ان الشغل هيفضل مستمر وهيستمر بوتيرة أسرع وبأكثر جودة، وفي حاجة اسمها ان في متغيرات بتحصل في العالم وظروف بنمر بيها، واحنا بإذن الله سبحانه وتعالى قد التحدي. خلوني على خلفية هذا الاجتماع اللي حصل النهاردة مع رئيس الجمهورية بحضور رئيس الحكومة ووزير الزراعة. معانا على تليفون دكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. إزاي الصحة؟ كله عالي الحمد لله. الحمد لله. طيب ومساء الخير على جميع السادة المشاهدين. مساء النور يا فندم. في يعني في ظل ما استطعت أن تعلموا عن هذا الاجتماع، ما هي مخرجات هذا الاجتماع يا دكتور؟ الخط بدأ يقطع من أول حلقة، من أول قصدي المكالمة. ينفع الكلام ده يا جماعة؟ لا يصح لا يليق. طيب خلونا هنعود الاتصال مرة تانية بدكتور أحمد العطار، ويا ريت لو دكتور أحمد شايفنا يقف بس في حتة فيها شبكة كويس. دكتور احمد سمعنا؟ مش معانا دكتور احمد. معانا دكتور احمد؟ معانا يا دكتور؟ سمعني حلو. طيب في ضوء معرفتك يا دكتور، ما هي مخرجات هذا الاجتماع الذي عقد طبعا بتوجيه الرئيس وبحضور سيد وزير الزراعه ورئيس الحكومه دكتور مصطفى مدبولي؟ مخرجات الاجتماع كانت عن الصادرات الزراعيه المصريه واهميه الصادرات الزراعيه المصريه واهتمام القياده السياسيه ممثله في يعني فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوله رئيس الوزراء ومعالي وزير الزراعه بالصادرات الزراعيه المصريه وتنشيط الصادرات الزراعيه المصريه والاهتمام بها والانجازات اللي تمت في الفتره الماضيه او الفتره السابقه في يعني في العام الحالي والعام الماضي في ملف الصادرات الزراعية المصرية والإنجازات اللي تمت في هذا الملف والزيادات اللي تمت في الصادرات الزراعية المصرية. عظيم جدا. طيب أنا يمكن جزء من السؤال هو أن الناس كلها قاعدة عايزة تحاول تقدر طول الوقت تفهم إحنا إلى أي مدى عندنا قدر من الاكتفاء الذاتي من حاصلاتنا الزراعية، وإلى أي مدى عندنا قدرة على تنمية حجم الصادر الزراعي. حضرتك احنا عندنا اكتفاء ذاتي من كل السلع او المنتجات الزراعيه اللي بنصدرها، وعلى راسها طبعا الموالح، البطاطس، البصل، الفراوله، العنب، الرمان، الثوم، البطاطا، التفل، البنجر، كل المنتجات دي احنا متميزين جدا في تصديرها وهي مميزه جدا في صادراتها. وبالاضافه ان زي ما قلت احنا ما بنصدرش غير كل ما يزيد عن الانتاج المحلي او حجم الاحتياج المحلي، وبالتالي في اكتفاء ذاتي منها وبيتم تصدير الفائض. عظيم جدا. انا بشكرك جدا دكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.